السلام عليكم ورحمة الله. طبعا في جو الكورونا اللي احنا عايشين فيه ده، وموضوع الماسكات الغلت قوي دي، فاحنا هقول لكم ازاي تعملوا ماسك بطريقة سريعة جدا ومش مكلف خالص يا جماعة، وموضوع بسيط جدا. هنعمل ايه؟ هنحتاج علبة مناديل من دي، ماشي؟ عارفين اي مناديل بقى، ايا كان الماركة بتاعتها مش تفرق. هنحتاج استك عادي خالص، تمام، بس اتنين طبعا عشان يبقى كل واحد لودن يعني، ودباسة، ماشي تمام. هتعمل ايه؟ هناخد منديل من دول، بس خليهم يعني اتنين مثلا او تلاتة مثلا ايا كان، براحتك بقى، عايز تقل وعايز تخففه براحتك خالص، ماشي. وتعمل منديل بالمنظر ده، بس خلي بالك ان الماسك ده يعني ايه، هيبقى انت مثلا في البيت جالك دور برد ولا حاجة ومش عايز تعرق اللي حواليك، فسريعا وانت في البيت كده تخلص نفسك يعني. تحط المنديل بالمنظر ده كده، شايفين عامل ازاي؟ عارفين المروحة بتاعت احنا صغيرين كنا بنعملها دي كده، اهي ماشي تمام. واتني برضو كده كمان اهو، شايفين المنظر عامل ازاي؟ سهله خالص يا جماعه والله، ماشي. بعد ما تخلص تانيته كده، تروح جايب الاستيك بالمنظر ده هنا في الطرف ده، بس تحاول ايه تخليهم كلهم يتلبسوا مع بعض يعني، ماشي، مفيش ولا تفلت من ايدك يعني، اهو كده. والناحيه التانيه نفس الكلام، هتلبس التانيه بتاعته تاني اهو. شوف المنظر عامل ازاي اهو، مفيش. ولا تقول لي بقى لا الماسك بقى ب 5 جنيه ولا ب 10 جنيه، علبة المناديل كلها على بعضها ما تجيش بحاجة أصلا يعني، تمام. خلاص أدي إيه، وندبسه هنا برضو، تمام أهو، يلا يا عم أهو، ماشي. وبعد ما تخلص دبسته خلاص، أهو بص المنظر عامل إزاي. بعد ما طبقت المنديل، أروح جاي فرده كده من النص هنا، تمام. في بقى مناديل اكبر من كده كمان لو انتوا عاوزين يعني، ماشي. خلاص يا عم، وروح حاط الماسك كده اهو، ماشي. وايه والفه هنا بكام بقى الماسك ده؟ بربع جنيه والله ما عارف. شو الاستكين دول بكام بقى والدباسه؟ وايه وشكرا، بس ولا تشتري ماسك ولا تعمل. ممكن بقى ايه للبنات بقى، اعملي بقى هنا بقى ايه شويه ترتر كده وبتاع، جميل جدا. لو ان ايه كان في حتى برنامج جايبينه كده هبل قوي بيحطوا في الحاجات دي. وشكرا والى اللقاء.